وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد. متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الله يكرمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. أدب النصيحة شيخي الكريم، الكثيرون يريدون أن ينصحوا، أن يتناصحوا فيما بينهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لكننا أو البعض إلا من رحم الله ربما نجهل كيف ننصح وكيف نتناصح. نعم شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين أنه قال: إنما الدين النصيحة، أو قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وورد الحديث أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني، يعني لقنه مع صيغة البيعة، فلقنني والنصح لكل مسلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فالنصيحة واجبة، كل بقدره، لكن أدب النصيحة هو الذي يثمر في النصيحة. لكن لو كانت النصيحة كالدبش والحجارة كما يقولون، يلقى في وجوه المنصوح، فلا تنتظر منه سمعا ولا تنتظر منه طاعة ولا تنتظر منه أن يعرك أصلا اهتمام، لا أنت ولا نصيحتك. إنما كما قال ربنا عز وجل لنبيين جليلين، موسى عليه السلام وهارون عليه السلام: وقد أرسل إلى أعتى الخلق وأكفرهم، وهو فرعون، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا. ذلك لما دخل الرجل على هارون الرشيد عليه رضوان الله تعالى ينصحه ويزجره ويتوعده، فتبسم هارون عليه رضوان الله تعالى وقال: يا هذا، إن الله عز وجل قد بعث من هو خير منك، اللي هو موسى وهارون، إلى من هو أسوأ مني ومن الناس أجمعين، فرعون. فقال لهما: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يذكر أنه من أدب النصيحة أن تكون برفق وأن تكون بلين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استمع إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وقد صدت يهود حينما دخلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يقولون: السلام عليك يا محمد، ولم يقولوا: السلام عليك يا محمد. السلام يعني الموت والهلكة. فاستمعت إلى قولهم وهي في قبائها عليها رضوان الله تعالى، فطبعا غاضها ما قالت يهود في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغضبت لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: بل عليكم السلام واللعنة.
فلما استمع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لا تكوني فاحشة ولا متفحشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، حتى مع مين؟ مع اليهود الذين سبوا وشتموا رسول الله عليه الصلاة وهم والسلام. أعدى الخلق له وللمسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومع ذلك فإذا كان هذا مقام النصيحة بمنتهى الرفق واللين وعدم الفحش والتفحش مع أعدى الخلق ومع أعدى الخلق للمسلمين، فكيف بنصيحة المسلم لأخيه المسلم؟ الله أكبر. ربنا يعلمنا، وجزاك الله خير على هذه الكلمات، والكلام يحتاج أكثر من ذلك بكثير، ولكن بعد هذا الاتصال نواصل. أستاذ عزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي يا فندم. بعد إذن حضرتك كنت عايزة أكلم الشيخ، وأنا جوزي سامع يعني وهيسمع المكالمة. أنا زوجي الثانية، كنت عايزة بس جوزي يعرف إيه حقي أنا على زوجي وإيه حق مراته الأولى عليه، كان هو حاسس اللام اللي جاي عليها، فأنا حقي مخموم معاها، فكنت عايزة جوزي يعرف إيه حقي معاها وإيه حقها معايا. حقك مع من؟ مع الزوجة الأولى. أنا مستمع حضرتك. حضرتك زوجة ثانية وهناك زوجة أولى يعني للزوج؟ طيب. وجوزي بيجي عليا عشان خاطر اللام اللي جاي عليها، فكل حاجة مسموح لها هي تعملها، لكن أنا لو عملت موقف ياخد مني موقف. وانا على فكره كان معايا بنتين ايتام، وجوزي بيفتح لي الفلوس عشان ما اعرفش معاش، فهي كل شويه تقول له حرام عليك الفلوس اللي بتصرفها عليهم، اولى بيها عيالها، حرام عليك انت بتصرف على البنتين دول اولى بناتك. فهو حساه يعني زي اللي هو يعني ابتدى قلبه يتغير مننا من حكايه الفلوس والنفع على البنتين اليتامى دول، بالرغم ان احنا ما عندناش اي مصدر رزق غيره هو بس. حاضر يا ربنا، هو الرزاق. شيخنا هيجيبك. حاضر يا استاذ عز. استاذ اسراء، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضل. اولا بحب اشكر قناه الندى، وربنا ما يحرمناش من طلتكم علينا يعني. يا رب يحفظك، ربنا يثبتكم على الحق يا رب. يا رب يرضى عنك، تفضل يا فندم. عندي كذا سؤال، يعني السؤال الاول ما معنى ولا نكف ثوبا ولا شعرا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يكفت ثوبا ولا شعرا. ولا يكفت، نعم. ولا نكف، نعم. السؤال الثاني، لو انا دخلت في الصلاه من في الصلاه يعني من ثاني ركعه وكده، طبعا في صلاه رباعيه يعني هخش كده يعني هقرا ثلاث تشهدات، اقراهم ولا مثلا استنى لما الامام يخلص واقوم اجيب رقعه ولا ايه؟ دخلت في الرقعه كام؟ انا دخلت في الرقعه الثانيه. طيب حاضر، في الرقعه الثانيه، فاقرا التشهد يعني كده هجلس ثلاث مرات كده، اقرا فيهم ولا اصمت اقرا واحد بس؟ حاضر. مش فاهمه، اصل مش متعوده على صلاه الجماعه يعني. الحاجه تمام. اللي بعديها، انا قاعده لوحدي في البيت وكده ومعايا بنتي الرضيعه، ف يعني احيانا بتعيط كتير وكده، فانا بشيلها في الصاله. حاضر. فهي بتبقى لابسه الحفاضه وكده، اكيد فيها اشياء يعني، فانا مش واضح السؤال. يعني واضح السؤال. حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حكم الصلاه. السلام عليكم استاذ محمد، نوطي التلفزيون من فضلك يا استاذ محمد، تفضل. سلام ورحمه الله وبركاته. تفضل، الله يرضى عنك. حضرتك دخلت متاخر في صلاه العصر في التشهد الاول. حاضر. سؤال، فأكملت ركعتين، وبعد الركعتين أكملت ركعتين الثانيين فأطلت فيهم. يعني قرأت الفاتحة وسورة. فالإمام قال لي ما ينفعش إنك أنت تطول في الركعتين اللي أنت كملت فيهم. حاضر يا أستاذ محمد، ربنا يتقبل شكرا ويجيبك إن شاء الله. في سؤال تاني؟ طيب، أبو أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، خير، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله رب العالمين.
اتفضل. كنت عايز اسال فضيله الشيخ عن كيفيه صلاه الجمع في السفر، صلاه القصر في السفر. كيفيه صلاه القصر يعني مثلا انا واقف على المحطه والقطر هيجي مثلا اثناء الظهر، القطر هيجي بعد مثلا بخمس 10 دقائق ولا ربع ساعه، اصلي الظهر والعصر ولا اعمل ايه؟ ما انا مسافر القاهره يعني اقعد في السفر اربع ساعات يعني والمغرب والعشاء يا شيخ. حاضر شيخنا هيجيبك. حاضر جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اياك فامان الله. نعم شيخنا الكريم، مساله طبعا ادب النصيحه، لان كتير جدا ده في البيت وفي الاصحاب وفي الشغل وفي الشارع، والناس بتتلكك لبعض الا من رحم الله، وكانهم يتصيدون لبعضهم البعض الا من رحم الله الاخطاء. نعم وكما يقال النصيحه في الملأ فضيحه يعني. يا استاذ احمد، هو الضغوط التي يعاني منها الناس، خاصه الضغوط المعيشيه وضغوط الوظائف والاعمال والبطاله والكلام ده، اثرت سلبا على نفسيات الناس حتى ضاقت صدورهم، فلم يعد احد يطيق احدا. وبالتالي نحن في هذه الاونه احوج ما نكون الى امرين مهمين جدا. الامر الاولاني ان احنا نجدد الايمان ونجتهد في الطاعات ونبتعد قدر ما نستطيع عن الخوض في المحرمات والمعاصي. ليه؟ لأن دي ضمانة لسعة الرزق وطرح البركة فيه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فللخروج من ضغوط الضغوط المعيشية التي تسببت في تلف نفسيات وأعصاب الناس، ومما انعكس في معاملات الناس مع بعضهم، فلا أحد يطيق أحدا، حتى الزوج والزوجة، حتى الأخ والأخ والأخت والأخت وكده. إن احنا نجدد الإيمان ونجتهد في القيام بما أوجب الله عز وجل علينا من الطاعات، ونجتهد في اجتناب المعاصي على قدر ما نستطيع، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الأمر الثاني إن احنا نتعلم بالفعل أدب التناصح وأدب التعامل مع الناس، وأن الأصل حسن ظن المسلم بأخيه المسلم، وأن الأصل التماس المسلم الأعذار وليس العذر، الأعذار لأخيه المسلم. والأصل في النصيحة أن تكون فيما بينه وبينه، يعني لا تكون على ملأ من الناس، لأن هذه ليست نصيحة إنما هذه فضيحة، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله. يعني في الحالة دي أنت تنتظر منه طاعة إيه واستجابة إيه وأنت فضحته على رؤوس الأشهاد؟ والأصل من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولا بد أن تكون النصيحة كما ذكرنا منذ قليل بمنتهى الرفق واللين، فإنما الناصح مع المنصوح كشأن الطبيب مع المريض. ما هو مطلوب من الطبيب؟ أنه أول ما يدخل عليه المريض على طول لا يتداوى ولا يشخص اللهم إلا على طول ترابيزة العمليات والمشرة، ما أحد يتصور هذا ولا يقول به، إنما الطبيب يتحسس حال المريض ويبدأ بالأيسر فالأيسر. وكذلك الناصح مع المنصوح، إذا نصحه برفق ولين واحتسب ذلك عند الله عز وجل، فإن الرفق واللين مفتاح العقول ومفتاح القلوب، ساعتها يتوقع الاستجابة ويتوقع أنه الطرف المنصوح يتأثر بهذه النصيحة. وربنا عز وجل يقول: وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إنما دورك إن عليك إلا البلاغ. لكن أنا مش مسيطر عليهم، ليس لي ولاية إلا على من ولاني الله عز وجل عليهم، من زوجة أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخ أو أخت صغيرة وغيره. ولكن أدب النصيحة هو مفتاح القلوب وحل للألغاز التي يخوض فيها كثير من الناس. يعني والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا الأدب، اللهم أمين يا رب العالمين. الأستاذة عزة، حقوق الزيجات، يعني هي زوجة ثانية، ويبدو أن الزوجة الأولى يعني تقول لزوجها حرام الفلوس اللي بتنفق على اليتيمات وما شابه ذلك، حقها على زوجها شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا أنا أقول لأختنا السائلة، يعني القماشة المتداولة من الزوجات والأزواج اللي موجودة في وسطنا ليست على مستويات من الإيمان
اللي ينعكس إيجابا على معاملة الزوج مع زوجته الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، ويقوم أساس علاقته بهم على أساس العدل وعدم التفريق بينهم. إنما بينه وبينك مستويات الإيمان ضعيفة، وبرضه في قسوة معيشة، في ظروف معيشية طاحنة عند كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. وأنت يا أختنا السائلة تزوجتي وأنت تعرفي أنك زوجة ثانية وأن هناك زوجة أولى، أكيد أكيد أم الأولاد. وكما يقول الشاعر البيت المشهور لعلك تذكرني به، اللي هو في النهاية بيقول له يعني إيه، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل. طبيعي إنه بعد ما يتزوج الثانية ولا الثالثة كم الحنين إلى الأولى لكونها أم الأولاد وأول من دخلت حياته يكون أكثر نسبيا من الحنين إلى بقية الزوجة. فأنت تزوجت وأنت تعرفين هذا الأمر، وبالتالي أنت متوقعة ولابد أن يكون عندك من سعة الصدر وحسن التعامل مع الزوج واحتوائه وترويضه حتى تأخذين حقك منه برفق ولين، أنت تعلمين هذا مسبقا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، طبعا من حق الثانية ومن حق الثالثة ومن حق الرابعة كما هو حق الأولى أن يعدل بينهم، بل هو شرط من شروط التعدد التي اشترطها أهل العلم، اللي هو إذا كان عنده قدرة على فتح بيت آخر وعنده قدرة على الباءة النكاحية الباءة الزوجية وعنده قدرة على العدل بين الزوجات، دول الثلاث شروط التي اشترطها أهل العلم عشان فلان من الناس يعدد فيتزوج الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. طيب وهو إذا أخطأ ولم يصب العدل ولم يقارب بين الزوجتين في العدل في المبيت من ناحية، وفي النفقة بس، مش في النفقة يعني معنى كده أنه بيصرف على الأولى 1000 بيصرف على الثانية 1000، لا أبدا، دي على قدرها وقدر ولدها ودي على قدرها وقدر ولدها، واحدة معها 3-4 أولاد والتانية معها ولد واحد ولا ولدين، فلا شك أنه عطاء وإنفاقه على الزوجة اللي معها 4 أولاد هيكون أكثر نسبيا من إنفاقي على الزوجة اللي معها ولد ولا 2. لكن العدل وليس التسوية في النفقة والعدل في المبيت. أما الحب القلبي والميل القلبي فهذا لا يلام فيه أحد، وكما ورد في الأثر وهو طبعا ليس صحيحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني عدلت فيما أقدر أو فيما أستطيع، أو اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك، فلا تلومني فيما لا أملك، اللي هو القلوب، من القلوب والحب والمودة القلبية دي أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت حقك عليه أن يكون عادلا في الإنفاق وعادلا في المبيت بين الزوجتين. الأولى أختم في الله عز وجل والثانية أختم في الله عز وجل، فلا يجوز للثانية أن تحرض الزوج على الأولى ولا يجوز للأولى أن تحرض الزوج على الثانية ولا على الثالثة ولا على الرابعة. لكن هنعمل إيه يا أختنا؟ وهذا كيد النساء سواء منها أو منك أو من الأخريات، هذا كيد النساء وهو يكاد يكون أمرا جبليا لا تنفك عنه كثير من النساء إلا من رحم الله عز وجل. والزوج الشاطر كما يقولون الذي يتقي الله عز وجل هو الذي لا يخضع لابتزاز واحدة من الزوجات على حساب الأخريات، ولا يقبل تحريض واحدة من الزوجات على الأخريات من الزوجات، إنما يكون عادلا قدر ما يستطيع في الإنفاق من ناحية وفي المبيت من ناحية أخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما معنى لا يكفي ثوبا ولا شعر؟ نعم، ما معنى لا يكفي ثوبا ولا شعر؟ نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيح ولله الحمد والمنة، يقول نهانا أو نهينا، والصيغتين واحد، نهينا واللي نهاهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، دي صيغة رفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال نهينا عن كفت الشعر والثياب في الصلاة. كفت يعني تشمير الثوب، تني الثوب، رفع الثوب، يعني مثلا الكم طويل، فهو إذا دخل الصلاة والكم طويل فيكفت يعني يتني الكم حتى يكون يعني لو شمر الكم قبل الصلاة في الصلاة، في الصلاة أثناء الحديث الصلاة، الحديث في الصلاة أثناء الصلاة، لأن دي نوع من التشاغل داخل الصلاة بغير الصلاة ونوع من إضعاف الخشوع والتركيز عند المصلي. لكن لو هو أصلا شمر ثيابه أو بنطلونه أو الكم
قبل الصلاة ودخل هكذا يصلي فإنه لا يقع تحت هذا النهي. فالكفت الذي نهوا عنه كفت الشعر. طب فين كفت الشعر ده؟ طبعا لأنه الأصل أن شعور الرجال كانت طويلة وكان شعر النبي عليه الصلاة والسلام يضرب من كبيه، فإذا ركع مال الشعر يمينه ويساره فلا يتشاغل بأن يرفعه وراء ظهره، وإذا سجد مال الشعر يمينه ويساره فلا ينشغل المصلي برفع الشعر إلى وراء ظهره، لأن هذا الانشغال برفع الثوب أو برفع الشعر نوع من التشاغل داخل الصلاة ونوع من إضعاف الخشوع والتركيز في الصلاة. لأجل هذا نهاهم عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من المكروهات العملية في الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية. مشاهدينا الكرام، معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله أستاذ. رب يحفظك. لعل الأخت عزة كانت تكلمت عن النفقة على اليتيمات أو على اليتيمتين. نعم. واستياء الزوجة الأولى من الإنفاق على البنتين اليتيمتين شيخي الكريم، فهل للزوجة أن ينفق أم لا ينفق؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله هذه مسألة مهمة بالفعل. يعني هذا الزوج حين تزوج بهذه السيدة اللي هي أختنا عزة، علم أن معها بنتين يتيمتين صغيرتين، وبالتالي نكاحه منها وزواجه منها ضمنا يعني أنه إن شاء الله عز وجل يعينها في كفالة هاتين اليتيمتين. وهذه الكفالة من أفضل القربات والأعمال الصالحة عند الله عز وجل، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى عليه صلوات الله وسلامه. وبالتالي أقول للزوج لا تخضع لابتزاز الزوجة الأولى ولا لتحريضها الذي تمنعك فيه أو تحرضك على أن تمتنع عن النفقة عن هاتين اليتيمتين. ربما هذه النفقة على اليتيمتين تقربك منزلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وربما تكون هي المنجية. أنا وكافل اليتيم. شوف، كافل اليتيم. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فيعني الإنسان إذا أعطيت أو أتيحت له هذه الفرصة لا يفرط فيها أبدا على الإطلاق أن يكون كافل ليتيمتين، مش يتيمين، ليتيمتين. ومعروف طبعا البنت أضعف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، ودول الصفتين موجودين. فنعم ما تفعل، ولكن لا تخضع لتحريض الزوجة الأولى ولا لابتزازها فتمنع النفقة عن هاتين البنتين. أما الزوجة أختنا عزة فأنا أقول لها: حتى لو رأيت منه زلة أو هنة فاحمدي له أيتها الأخت الكريمة أنه ينفق على ابنتيك اليتيمتين. غيره ممكن يجحد هذه النفقة ويجحد هذه الإعالة وتلك الكفالة ويقول: أنا مش مسؤول، هم كانوا يعني ولادي. فبالتالي احمدي له هذا الصنيع، فهو صنيع معروف وصنيع خير. فلو كان في زلة ولا شيء يغضبك منه بين الحين والحين، سمحي وعديها كما يقولون. ليه؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني في حاجة فيه مش عجباكي، لكن في حاجة أخرى عجباكي ومريحاكي، فدي تشيل دي كما يقولون. فأرجو أن أختنا تنتبه لهذا الأمر وتشكر له هذا الصنيع، وتحاول أن تحتوي هذا الزوج وأن تروضه وأن لا تغضبه، لأنه يكفيه معروفا أنه تزوج منها بارك الله فيها، وأصبحت في كنف رجل وعصمة رجل. والأمر الثاني أنه ينفق على بناتها اليتيمات، وهذه فضيلة يستحق عليها أن يحمد وأن يشكر، وأجره في ذلك عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم ياسمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. لو سمحت ممكن اسأل الشيخ؟ نعم اتفضلي. ممكن اسأل الشيخ؟ ايوه نعم اتفضلي. لو سمحت كنت انا ماشيه في الشارع ولقيت 200 جنيه في الشارع، سألت عليهم فما حد ما طلعش غير حد يعني قال لي مش عارفين. فانا زوجي كان قبلها كان عايز يسيب الفلوس وكده عشان كنا اخر الشهر وكده، فهل ينفع ان انا اديهم له؟ يعني كانت فلوس تستاهل يعني 200 جنيه؟ لا مش سامعاك والله. 200 جنيه صح؟ 200 جنيه 200 جنيه. نعم حاضر ماشي ماشي شكرا يا استاذ. ربنا يوسع عليك وعلينا وعلى المسلمين جميعا. استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ شعبان بارك الله فيكم ورزقكم الله خير. فيكم بارك الله تفضل. فضيلة الشيخ معايا ثلاث اسئله بارك الله فيك. تفضل. السؤال الاول، هل صحيح ان ملك الموت اسمه عزرائيل بارك الله فيك؟ السؤال الثاني، صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان عنده قوت يومه معافا في بدر فبدا سره فكانما حين لها الدنيا بحذف يريح، وعايز اعرف صحة هذا الحديث مع هذا الحديث بارك الله فيكم. السؤال الثالث والاخير بارك الله فيكم، الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبران وقال يعذبان ومعذبان في كبير، فيعني فشق جريده يعني جريده خضراء ووضعها في القبر، فهل هذا يعني السنه معتاده ولا خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يجوز يعني كل ما يدفن الميت نجيب مثلا جريده خضراء ونحطها في القبر في القبر بتاعه، ولا هي خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. بارك الله. ام نور السلام عليكم. تفضلي يا فندم. الو السلام عليكم تفضلي. هات سؤالك بارك الله فيك. انا عايزه اقول للدكتور حاجه. نعم هاتي السؤال هاتي سؤالك. ايه انا ما عنديش سؤال، بس انا عايزه انا ما بصليش وبعيد عن ربنا شويه وعايزه بس ان هو يهديني. يا رب يحفظك ويهدينا ويهديك وشيخنا ينصحك تعملي ايه؟ والدعاء. نعم استاذ وليد. وعليكم استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يعزك ويعلى قدرك يا رب. سلام لفضيله سيدنا الشيخ شعبان درويش. ربنا يبارك في عمره يا رب. اتفضل. ربنا يبارك فيك. القضيه بقى الاستاذ ربنا يبارك فيك، حكم حلق شعر اللحيه للميت هل يجوز ام لا؟ هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني، ما حكم من وجد ضاله كلاب الصيد او الماشيه او الكلاب المعلمه، وحكم من وجد ضاله الحمير ايضا؟ عشان انا عايز اعرف السؤال دوت، ربنا يبارك فيك عشان اتم الباب في العلم، عشان انا بتعلم استاذ احمد ربنا يبارك في عمرك. حكم ضاله الحمير والخيل والبغال حكمهم ايه؟ يعرفون سنه او وعايز يعني فضيله الشيخ يجاوب، هل يؤخذون مع الماشيه ام يتركون كالابل؟ ربنا يبارك فيه. ايضا ما حكم من جامع بعد انقطاع دم النفاس وقبل الغسل؟ مش دم الحيض، لا، انقطاع دم النفاس وقبل الغسل، هل يحرم وعليه كفاره ام لا؟ اخيرا، هل يجوز اخراج كفاره الاطعام لغير المسلمين ام لا؟ والسؤال مش متكرر يا استاذ احمد ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا. الاسئله بتاعتك متكرره يعني، لكن بحبك في الله، ربي يحفظك. ربي يحفظك. يعني الاخ وليد بصراحه انا بحبه، بس بيسال اسئله ويرجع يسالها تاني ما اعرفش ليه. ربنا يتقبل. هل شيخنا بجد الاسئله مش مكرره؟ حاضر. هل فعلا طالب العلم يسال السؤال بعيدا عن وليد لحضرتك ويروح يسال السؤال للشيخ مصطفى العدوي وبعدين يروح يسال السؤال للشيخ متولي البراجيلي بحجه انه طالب علم ويريد ان يتعلم؟ يعني هل تكرار السؤال بجد؟ ولا انت عايز بجد يعني؟ اه ما هو مفيش بغير الجد اصلا. طبعا يعني مع احترامه طبعا الاخ وليد الله يكرمه بارك الله فيه، لكن ليست هذه الطريقه المثلى في طلب العلم. هذه طريقه تشوش على طالب العلم. ليه؟ لأنه وارد جدا أنه تختلف إجابات المشايخ باختلاف ترجيحات المذاهب اللي هم هيرجحوها. يعني وارد أن أنا مثلا
أرجح له قول الحنابلة والشيخ شيخنا الشيخ مصطفى العدوي يرجح له قول الشافعية وبرضو الشيخ متولي والشيخ محمد حسن. فاختلافات الترجيحات ودي وردة طبعا جدا لأن احنا بنتكلم في مسائل من جنس اختلاف التنوع، يعني من المسائل الظنية اللي هي مش قطعيات ولا مسائل مجمع عليها. فهذا الاختلاف في ترجيحات المشايخ في إجاباتهم لن يعطيه إجابة شافية ولن يعطيه ترجيحا عاما. ليه؟ لأن المسائل خلافية وستبقى خلافية في الكتب وعلى ألسنة المشايخ إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وبالتالي هذا ليس من مما يسهل الطلب على طالب العلم، إنما هذا في ظني يشوش عليه. لكن لو تصورنا جدلا إن أنا عايز أشوف أقوال أهل العلم، طيب خلاص بلاش بقى إنك تسأل المشايخ وشوف كتب الفقه موجودة، يعني فقه السنة موجود، نيل أوطار الإمام الشوكاني موجود، وغيره طبعا من الكتب أهل العلم حتى القديمة، مثلا كتاب المحلى للإمام ابن حزم، كتاب المغني لابن قدامة، المجموع للإمام، كل هذه التمهيد للإمام ابن عبد البر، كل هذه الكتب أوردت الاختلافات في المسائل اللي بيسموها المسائل الظنية، المسائل اللي هي اختلاف التنوع، وأوردت مذاهب أهل العلم وأقوال أهل العلم واستدلالاتهم. فدي يكون مجالي لو أنا عايز يعني أتعلم وأسس نفسي على الفقه المقارن. إنما التردد بالسؤال مع المشايخ من الممكن أن يحمل عند بعض المستمعين وبعض المشاهدين على أن السائل ليس المقصد الأساسي اللي هو طلب العلم، لكنه كأنه يبحث عن إجابة، هذا يقع في ظن بعض الناس، كأنه يبحث عن إجابة يريدها فما لقاهاش عند الشيخ مصطفى، طب اسال الشيخ متولي، ما لقاهاش عند الشيخ متولي. وطبعا مش الكلام مش على الشيخ اخونا وليد، لكن على السائل اللي بيتردد بالمسائل، ما لقاش الاجابه اللي عايزها مع الشيخ متولي يروح للشيخ محمد حسن، ما لقاش يروح للشيخ مصطفى شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، وهكذا. فليس في الجمله ليست هذه الطريقه المثلى في طلب العلم طبعا. يعني اخد عزه ونرجع تاني. طب خد استاذه عزه اتفضلي. السلام عليكم. ايوه استاذ احمد، السلام عليكم. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا السلام. انا جوزي، انا زوجه تانية، جوزي كان كاتب كل فلوسي باسمي، ولما توفى عياله ووالدته واخواته رفضوا يدوني اي حاجه. في الحلقه يا استاذه عزه. نعم حضرتك المتصله الاولى في الحلقه ولا واحده تانية؟ لا انا الاولى في الحلقه، اول متصل. فدلوقتي اولاده واخواته وامه رافضين يدوني حق الشرعي في البيت، وانا معيش ولاد ويدوني حق هو كلها رافضين. هو توفي ولا موجود؟ لا هو توفى. توفي. وما يعرفوش ان فلوس كده. السؤال رايح ناحيه تانية خالص، ان انت الزوج اصلا مش موجود الله يرحمه. الله يرحمه. لا اصل انت قلتي ان الزوجه بتقول له ما تصرفش على البنتين اليتيمين. لا 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 لا، انا حريتك واحده تانية غير اللي حتى كده حدثت عنها. طيب فحضرتك دلوقتي الزوجه توفى، الزوج توفى وعياله ما يعرفوش ان هو كاتب فلوسي باسمي انا الزوجه التانية ومعيش اولاد، ولما توفى رافضين يدوني حق الشرعي بكل حاجه، ما يعرفوش ان ابوهم كاتب فلوسه كلها باسمي، ما يعرفوش حاجه زي دي. ادي السؤال الاولاني. يعني السؤال الثاني، هل زكاه المال ممكن اطلع بها صدقه جاريه لوالدتي ولوالدي وليا ولزوجي ولا حرام؟ هاتي السؤال ثاني كده. زكاه المال، زكاه المال تعمل بها هل ينفع يجوز ان انا اطلع بها صدقه جاريه لوالدتي ولوالدي ولزوجي وليا ولا ما ينفعش؟ حاضر. زكاه المال وجاوبني بالله عليك. ربنا يحفظك، مع السلامة. نعم شيخنا الكريم الوقت يداهمنا، بارك الله فيكم ومتعكم. طب عشان نلحق نجاوب، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أحمد. اتفضلي يا فندم. لو سمحت أنا عندي سؤال واحد بس عايزك تسمعني لو سمحت فيه عشان تعبني أوي. معلش عشان المغرب وأنا بختم إلا ربع، فاختصري قدر المستطاع، معايا أسئلة كتيرة. غصب عني معلش. اتفضلي. انا معايا بنتي كانت في الجامعه وكان زميلها في الجامعه، فكان خطيبها في رابعه حقوق اخر سنه. نعم. المهم قعدوا 3 سنين مخطوبين، فجهزنا وعملنا وكنا هنفرش يعني الشقه كمان شهر، فهو بيكلمها مات في التليفون يعني مات، فلما طول جات لها صدمه لما مات وكده، فدلوقتي بقى لها سنه ونص رافضه الجواز. هي بقت كويسه يعني بس منع الجواز، يعني اي حد عايز يجيب لها عريس
منع الجواز. فبتقولي ده كل شيء بتاع ربنا، لو ربنا رايد ان هتجوز هتجوز، ليه بقى كل شويه تقولي نجوزك ما نجوزكيش؟ فهل ده حرام لو قعدت طول عمرها ما تتجوزي؟ في الدين هي منقبه وبتصلي وكل حاجه، بتقولي لا مش حرام، بس اللي هتجوزه هظلمه، ما ينفعش ان اتجوز، عايزه تقعد طول عمرها كده. فارجوك فدني يا شيخ، بقى حرام ولا حلال؟ شيخنا يجيبك. حاضر. شكرا. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يرحمه رحمة واسعة. نعم شيخنا الكريم، الأخت إسراء لو دخلت الصلاة صلاة رباعية في خلف الإمام في الركعة الثانية، يبقى كده يبقى في ثلاثة تشهدات أو يعني أربع تشهدات أو أربع تشهدات كمان، تصلي إزاي وترتب إزاي، وهل تقرأ أم تجلس صامتة ساكتة؟ نعم شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، أنت دخلت في الركعة الثانية مع الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. الركعة الثانية بتاع الإمام دي هي ركعتك أنت الأولى، وبالتالي حيجلس للتشهد الأوسط، هتجلسي معاه حضرتك، وحيجيب الثالثة والرابعة، هتصلي برضو معاه الثالثة والرابعة، هيجلس بعد كده للتشهد الأخير، حضرتك هتجلسي معاه، وبعدين يكون عندك أنت تجيبي بقى بقية صلاتك اللي هي هيبقى فاضل ركعة من صلاتك، تجيبي بقية الصلاة وتتشهدي التشهد الأخير وتسلم. أنت في الركعة الأولى والثانية بتوعك بتقرأي الفاتحة، وإن تيسر تقرأي سورة معاه خير وبركة، ما تيسرش اركعي مع الإمام على طول. الركعة الأخيرة اللي هتصليها لوحدك ديت هي الركعة الرابعة بتاعتك، يعني إحنا مش هنبدأ مع الإمام معكوس، بمعنى إحنا دخلنا أصل إحنا دخلنا في الركعة الثانية تبقى دي الثانية بتاعتنا، لا دي الثانية بتاع الإمام، لكن هي الأولى بتاعتك أنت. فانت صلي تقريبا صلاتك مع الامام مستقره ومستقيمه، فيهاش مشكله، وفي النهايه هتتشهدي التشهد الاخير، يبقى انت جلستي تشهدين مع الامام، وفضلك في النهايه تصلي ركعه، فيبقى معاك التشهد الثالث في نفس الصلاه الرباعيه، وكل هذا لا يضر الصلاه. ان الاصل الصلاه فيها تشهدين بس، لكن انا عشان مع الامام فالتشهد الثالث ده زاد لاني متابع للامام، ولا يجوز ان استنى الامام واسكت خالص لما يخلص مش عارف ايه وادخل مع ايه، لا ابدا، خلي صلاتك مع الامام مستقيمه ومستقره حتى النهايه، وتشهدي، وكثره التشهدات لا تضر صلاتك ان شاء الله. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاه والسلام. من اسئله صفحه القناه على الفيس، شيخنا الكريم احبكم في الله احبكم الله سبحانه وتعالى، اصلي الصبح قبل شروق الشمس مباشره ثم اقرا الاذكار بعد شروق، هل هذا صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني ماشي صحيح، لأن احنا المهم أن ندرك الصلاة، هذا هو المهم، أن ندرك الصلاة قبل طلوع الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. فعلى الأقل نصلي الفجر قبل طلوع الشمس إن شاء الله، وبعد كده ان تاخر وقت الاذكار، لان احنا عندنا تسابيح السنه في ان تقال قبل شروق الشمس، لكن اذا ادركناها، اما اذا كان عندنا وقت ينصلي ينقول الاذكار، لا نصلي طبعا، وبعد كده تتاخر الاذكار الى ما بعد الشروق، لا يضر ذلك ان شاء الله، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. جدتي تبلغ من العمر اكثر من 80 عاما، ربنا يديها الصحه والبركه يا رب، وبقت كفيفة ربنا يحفظها، وبعض الأوقات لا يكون بجانبها أحد لكي يقضي لها حاجتها مثل صلاة الفجر، فهل عليها أن تتيمم؟ يعني مش حد يوديها تتوضأ لها؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان الحال كذلك، يعني ليس إلى جوارها أحد لحد شروق الشمس، ففي هذه الحالة يجوز إن هي تتيمم بنفسها، لأن هو ده المستطاع بالنسبة لها، فتتيمم بنفسها وتصلي قبل شروق الشمس، وربنا عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وطبعا هذه ست كبيرة وفيها يعني شيخوخة وفيها تعب وفيها مرض، وليس على المريض حرج ولا على كبير السن حرج، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت إسراء حمل الطفل الرضيعة بالحفاضة، وممكن محتمل أن يكون فيها حاجة، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وجود الأذى سواء من البول أعزكم الله أو البراز في الحفاضة، مدام في إحنا نأمن ألا تتنجس ثيابنا وهي تحمل البنت أو يحمل الرضيع، خلاص نصليه
ونحمل البنت ولا نحمل الولد ما دام الحفاضه يعني محكمه ولا يمكن ان ينفذ منها شيء ينجس الثياب اثناء الصلاه، فان شاء الله حملها لا باس به والصلاه معها صحيحه والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الاخ محمد لو دخل الصلاه صلاه العصر مثلا متاخرا وادرك الامام في التشهد الاوسط فصلى ركعتين لانه مسبوق وأطال فيهما، هل الأفضل أن يقرأ الفاتحة فقط فيهما أم يقرأ الفاتحة وسورة؟ نعم شيخي كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما هو اللخبطة اللي كنت بتكلم فيها منذ قليل إن إحنا فاهمين إن إحنا لما بنصلي مع الإمام، لو أنا أدركت الإمام مثلا في الركعة الثالثة إن أنا بصلي كده الثالثة والرابعة يعني بتوعي أنا، لا أبدا، أنا بصلي الثالثة والرابعة بتوع الإمام، إنما هي الأولى والثانية بتاعتي أنا، وبالتالي باقي عندي ركعتين الثالثه والرابعه بترتيب الصلاه الطبيعي، بترتيب الصلاه الطبيعي فهصليهم بعد تسليم الامام. ففي هذه الحاله اقرا فيها بفاتحه الكتاب، وان اتيت فيها بصوره فلا باس، وان لم ات بصوره فهذا هو الافضل وهذا هو الاقرب للسنه. وكمان هناك اصل عند اهل العلم يعني اخذوه من صلاه النبي عليه الصلاه والسلام من حديث انس انه كان يطيل في الاولتين ويقتصر أو يقتصر الركعتين الثالثة والرابعة، الأولتين يطيل فيهم شوية لين بيقرأ فاتحة ويقرأ سورة، الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا الفاتحة في الغالب فقط، وبالتالي الأولتين بتبقى أطول نسبيا من الركعتين الأخيرتين. هذا هو هدي النبي وفعله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس، شيخي كريم، الحجامة واجبة على كل مسلم ومسلمة أم مستحبة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحجامة من التداوي، يعني من وسائل التداوي التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأصل في التداوي أنه مباح إلا إذا دعت إليه ضرورة، فإنه في هذه الحالة يصير واجبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوى: الأصل في التداوي أنه مباح، لكن يمكن أن تأتي عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فمن الممكن أن يكون في بعض الحالات التداوي واجب إذا كان المرض يشرف بصاحبه على الهلكة، ففي هذه الحالة نقول له ده واجب عليك أنك تتداوى. فهذا هو الأصل، وبالتالي الحجامة من وسائل التداوي إذا احتاج إليها الإنسان فبها ونعمة، وإذا لم يحتاج إليها الإنسان فلا شيء عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخ أبي أحمد: كيفية القصر في الصلاة؟ يعني هو على محطة القطار والظهر، فهل يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، وكذلك المغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا؟ شيخي كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. القصر لا يجوز للمسافر إلا إذا فارق البلد، إنما طول ما هو لسه في البلد، يعني المحطة دي عادة بيكون في البلد، أنا بركب القطار في محطة طنطا فأنا لسه في طنطا وأنا من أهل طنطا مثلا، أو بركبه من اسكندرية وأنا لسه في اسكندرية، سواء في سيدي جابر ولا في محطة مصر أنا لسه في اسكندرية. فالقصر لا يجوز للمسافر إلا إذا فارق البلد، إنما الجمع يجوز، بمعنى أنا هركب بعد أذان الظهر، يبقى في الحالة دي أنا هخاف على العصر لا يضيع مني، فأجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، بس أصلي الظهر أربعة والعصر أربعة، لأن أنا إيه ما زلت مقيما في البلد، لسه ما ركبتش ولا اتحركت ولا خرجت من البلد. لو هسافر قبل الظهر فما ينفعش ان انا اصلي العصر والظهر قبل الاذان، انما اعمل ايه؟ اعكس، ااخر الظهر الى وقت العصر فاصلي الظهر مع العصر تاخيرا، وكذلك لو سافرت قبل المغرب ااخر المغرب على العشاء اصليهم تاخير، واذا سافرت بعد اذان المغرب اجمع العشاء مع المغرب تقديما. هذه هي الحالات التي قصر فيها، التي جمع فيها رسول الله تقديما، والذي جمع فيها رسول الله تأخيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم ياسمين وجدت 200 جنيها في الشارع، وهي سألت معرفتش مين، والناس قالوا مش بتوعنا، زوجها في نفس اليوم كان هيقترض مبلغا من المال، فهل له أن يستفيد بهذا المال شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كانت لهم حاجة بالفعل، حاجة ملحة، يعني أحيانا الواحد يكون محتاج الفلوس عشان يجيب دواء للطفل الصغير المريض، أو يجيب أكل وشرب ضروري للبيت، ففي هذه الحالة يجوز له أنه ينتفع بها، لكنها في ذمته وذمتها،
حتى إذا يعني في يوم من الأيام ولو بعد حين جاء صاحبه أو تعرف عليها، سيبنا التليفون مع البقال اللي كان في الشارع، سيبنا التليفون مع المكواجي اللي كان في الشارع أو مع بعض الجيران، فتعرف صاحبها علينا واتصل بالتليفون، أنا يا جماعة صاحب المتين، في هذه الحالة واجب علينا نرد له المتين. طب السنة عدت، لأنها لغة تعرفها سنة، السنة عدت ولم يأتي إلينا صاحبها، الأفضل في هذه الحالة أن نتصدق بها إبراء لذمتنا أمام الله، وإلا فصاحبها يأخذها منا يوم القيامة، حيث لا جنيه ولا ريال ولا دولار ولا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. عشان كده الأبرأ للذمة أن نتصدق بها على نية صاحبها، ولنا في ذلك أجر إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة شيخي الكريم على الفيس، ما حكم الصلاة بالبنطال للنساء؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الصلاة في البنطال للنساء إذا كان البنطال يعني البنطلون واسعا فضفاضا وثخينا لا يشف ولا يجسد، فالأصل أن الصلاة صحيحة لكنها مكروهة إن كانت تصلي وحدها في بيتها لا يطلع عليها أحد. أما إذا كانت تصلي في مكان يطلع عليها فيه أحد فإنه لا يجوز لها أن تصلي بالبنطال حتى ولو كان واسعا فضفاضا، لأنه في النهاية مع الركوع والسجود ربما يعطي تجسيدا لبعض البدن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بما أرقي زوجتي فيها مس العشق، سلم يا رب وجزاكم الله خيرا وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا أنا أنصح الأخ السائل بارك الله فيه ألا يخضع لهذه الشائعات التي يروج لها بين الحين والحين بعض إخواننا وبعض أبنائنا من الشباب الذين امتهنوا العلاج بالقرآن الكريم. العشق مش العشق، الكلام ده أغلبه كلام أشبه بخرافات الدجالين والسحرة والمشعوذين. أمال أنا أعمل إيه؟ طول ما احنا حاطين في دماغنا إن هي معشوقة، طول ما الزوجة بتعاني، حاول جاهدا إنك تشيل القصة بتاعت العشق ديت من دماغ الزوجة، لأنه اللي روجوا لقصة العشق وقصة العمل السفلي أشبه بالدجالين والمخرفين، وبالتالي عندهم انطباع إن الحالات ديت شبه علاجها شبه مستحيل، يقول لك ده هو جن عاشق ومش هيسيبها حتى لو في قبرها. مين قال الكلام الفاضي ده؟ لو الرقية بفاتحة الكتاب تكفي إن شاء الله عز وجل، لكن احنا عايزين المريض نفسه ولا المريضة نفسها يكون عندها عزيمة يقين وقوة ويقين في الله تبارك وتعالى، وعدم الخضوع لابتزاز بعض إخواننا المعالجين الذين يروجوا لهذه الخرافات التي في الأصل لا أصل لها، إنما احنا لو تعبنا لأي سبب كان مجرد ان احنا نرقي نفسنا بفاتحة الكتاب او بالاخلاص والمعوذتين. هذا جانب. جانب اخر مهم جدا، من الذي قال ان هذا جن عاشق؟ سيقول اخونا المعالج لان هي ترى في النوم احتلاما. يا سلام، طب ما انت ايها الزوج من غير ما انت ملبوس ولا شيء ولا معشوق ترى في النوم احتلاما، والشاب يرى في النوم احتلاما، والرجل الكبير يرى في النوم احتلاما، والبنت الأنسة ترى احتلاما، والمتزوجة ترى احتلاما، والست الكبيرة في السن ترى احتلاما ما لم تبلغ سن اليأس. يعني هم كل دول يعني ملبوسات معشوقات. يعني هي السيدة أم سلمة لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، كانت السيدة أم سلمة هي رخرة معشوقة من الجن؟ يا جماعة لا علاقة بالاحتلام بمسألة الجن والعفاريت والعشق، هذه خرافات يروج لها بعض إخواننا وبعض أبنائنا، فلا تبتزوا ولا تسمعوا ولا تسلموا بهذه الخرافات. خليها تعيش حياتها طبيعي، خلي الزوجة يا ابني تعيش حياتها طبيعي معاك، وانت خليك زوج معاها، هتنتفي القصة، ولو شلنا الموضوع من دماغنا هتبقى زي الفل بعد كده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أنا أصلا يعني جسمي بيشتعل نار لما بسمع الخرافات ديت، ونفسي إخواننا وأخواتنا لا يبتزوا ولا يخضعوا لهذه الخرافات والدجالات، ويكتفوا بس بفاتحة الكتاب والإخلاص والمعوذتين، ويعرفوا أن ما فيش علاقة مطلقا بالاحتلام في النوم للصغير والكبير والرجل والمرأة، وين مسألة الجن والعفاريت
والعشق وغيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنا بطول، يا إما ما تسألنيش فيه في الموضوع ده على الهواء. لا جميل، أنا بحب أطول فيه يعني شوية. ربنا يبارك في عمرك فضيلة الشيخ شعبان درويش. طبعا الأخ محمد ومنور والأخ وليد والأخت عزة وأمة الله، أعتذر لكم جميعا، وبعض أسئلة الصفحة أيضا أعتذر لكم جميعا، ولعلنا نجيب عنها إن شاء الله تعالى بإذن الله من غير لعل إذا كان في العمر بقية إن شاء الله نبدأ بها الحلقة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش غدا قبل الآن بساعة من الزمان بإذن الله تعالى. شيخ الحبيب متعكم الله بالصحة والعافية، بارك الله فيك وفيكم، بارك الله رب العالمين، وجزاكم الله عنا كل خير. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الليلة إن شاء الله تعالى في 9 مساء بتوقيت القاهرة، وبرنامجكم أهل الذكر وفضيلة الشيخ محمد مصطفى حفظه الله. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.